السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذا المجلس عن جملة من مسائل الزكاة المعاصرة، وقد وسمت هذه المحاضرة أو هذا اللقاء بنوازل الزكاة. الزكاة أيها الإخوة عبادة من العبادات الجليلة التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام، وهي فرض من فرائضه وركن من أركان الدين الذي لا يقوم إلا به. هي قرينة الزكاة، هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا في بيان اقتران الصلاة بالزكاة وعظيم أهميتها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فالآية دالة على اقتران الزكاة بالصلاة، وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يقرن الله تعالى بين هذين الركنين، بل في مواضع عديدة من كتابه إذا ذكر جل في علاه الزكاة، إذا ذكر الصلاة قرنها بالزكاة. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فشريف مكان الزكاة بين وظاهر، وأهميتها جلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد قال الله تعالى لرسوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: الأمر الأول إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أو في فقرائهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة مع بيان وجوب التوحيد وإقام الصلاة. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبهذا يتبين عظيم منزلتها، وقد رتب الله تعالى عليها أجورا عظيمة وعطاء جزيلا. فقد قال جل وعلا في بيان أجر الزكاة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فسيجنب ذلك كل ما يكره من سوء وكل ما يحذر من شر. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعرف قدر هذه العبادة الجليلة، وأن يعرف أن صلاح ما بينه وبين الخلق هو بإخراج الزكاة فيما فرض الله تعالى فيه الزكاة من المال على الوجه الذي فرض. والله تعالى قد فرض الزكاة في الأموال
كما قال لرسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا النص عام لكل الأموال، إلا أن الزكاة التي فرضها الله تعالى على أهل الإسلام فرضها في أموال محددة إذا بلغت قدرا محددا وبنصيب من المال مقدر، فهي محددة من جهة جنس المال، محددة من جهة نصابه أي القدر الذي يبلغه المال فتجب فيه الزكاة، محددة من محددة بالنظر إلى قدر الواجب الذي فرض في هذه الأموال، محددة في مصارفها. فالتحديد شامل للزكاة في كل مراحلها، في فرضها في الأموال، وفي قدر المال الذي تجب فيه الزكاة، وفي القدر الواجب في المال، وفي جهة صرفها، وأيضاً في الزمان الذي تجب فيه. وكل هذا يبين عظيم العناية الشرعية بهذه الفريضة، وأنها قد أحاطت هذه الفريضة من كل جانب بالبيان والإيضاح. فجدير بالمؤمن أن يعتني في معرفة ما يجب عليه من زكاة ماله، والمال نعمة من الله عز وجل، شكر ذلك بحفظ حق الله تعالى فيه، ومن ذلك إخراج الزكاة الواجبة. فإن الله تعالى فرض في أموال الناس زكاة، والأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة، خمسة أصناف من المال تجب فيه الزكاة: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، هذان صنفان. بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم، الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، عروض التجارة كل ما عرضه الإنسان للاتجار والتكسب فيه من أي نوع من أنواع المال. وبه يعلم أن أوسع ما يكون من الزكاة في عروض التجارة، لأنها تجب في المال كله، كل ما يعرض مما يقصد به الاتجار فإنه تجب فيه الزكاة، تجب في قيمته الزكاة. هذه هي الأموال الخمسة التي تجب الزكاة فيها. وأما شروط الوجوب فالزكاة تجب على كل مسلم، فهي فرضه الله تعالى على أهل الإسلام، وتجب على من ملك نصابا ملكا تاما مستقرا، وتجب على مضي الحول في أغلب الأموال الزكوية. هذه شروط وجوب الزكاة. وعليه فكل من ملك مالا من هذه الأموال الخمسة أو من هذه الأصناف الخمسة فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، ولا يمكن أن يخرج الزكاة إلا بمعرفة القدر الواجب في هذه الزكاة. ولذلك يعرف العلماء الزكاة بأنها حق واجب في المال، حق واجب في المال على في مال مخصوص على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة. وهذا وإن كان فيه إبهام إلا أنه يقرب المعنى، إذ إنك تحتاج أن تعرف ما هو المال المخصوص أو المال الخاص، وما هو القدر الذي يجب في هذه الأموال، ومن الفئة التي تستحق هذا المال. وقد جد في حياة الناس مسائل كثيرة فيما تتعلق بالزكاة. نحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نتطرق لبعض المسائل التي تعد من مستجدات المسائل في باب الزكاة، واخترت من هذه المسائل وهي كثيرة ما يكثر السؤال عنه لأجل أن تعم الفائدة
فيما نتحدث عنه ونتطرق إليه، ومن أشكل عليه شيء فليكتبه في سؤال، وسيعين الله تعالى على بيانه وإجابته في خاتمة المجلس إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة، مسائل الزكاة كثيرة، وكما ذكرت أن الزكاة لا تجب إلا بشروط، ومن شروط الزكاة أن يبلغ المال نصابا، من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال نصابا. فشروط الزكاة الإسلام أن يكون المال زكويا، أن يبلغ نصابا، أن يملكه ملكا مستقرا، أن يمضي الحول في غالب أموال الزكاة، إلا ما سيأتي بيانه. فما يتعلق بالنصاب، النصاب هو القدر من المال الذي إذا بلغه وجبت فيه الزكاة. نصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم، جاء ذلك التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، ولذلك اتفق العلماء على هذين النصابين. إلا أن المعايير للقياس اختلفت في العصر الحديث عنها في العصر السابق، فال20 دينارا لا يعلم كم مقدارها بالوزن المعاصر، و5 أواق أو 100 درهم لا يعلم قدرها بالوزن الحديث، ولهذا احتاج العلماء إلى قياس ال20 دينار ونصاب الفضة وهي 5 أواق بالقياس المعاصر. ولذلك من المهم أن يعرف المسلم هذا النصاب حتى يستعين به في معرفة ما قام مقام الذهب والفضة من أموال. فيما يتعلق بالذهب، نصابه في معايير القياس المعاصرة 85 غراما، فإذا بلغ الذهب الذي يملكه الإنسان هذا القدر، بلغ 85 غراما، فقد بلغ نصابا، فكان مالا تجب فيه الزكاة. ما دون 85 غرام لا تجب فيه زكاة. فلو كان عنده 40 غراما، 50 غراما، 60 غراما من الذهب لا تجب فيه الزكاة، إنما القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب هو أن يبلغ 85 غراما. أما بالنسبة للفضة فنصابها كما ذكرت 5 أواق وهو 200 درهم، وبالقياس المعاصر 595 غرام. فإذا بلغ ما عندك من الفضة هذا القدر وجبت الزكاة فيه. طبعا قد يقول القائل أكثر الناس لا يملكون هذه النسبة من الغرامات، لا سيما في الفضة، لأن استعمالها عند الناس قليل. على كل حال هو بيان للحكم، وسنستفيد منه فيما يتعلق بالأموال التي تقوم مقام الذهب والفضة. اليوم الناس لا يستعملون الذهب والفضة في تبادلاتهم التجارية ومعاملاتهم المالية، إنما يستعملون عوضاً عن الذهب والفضة ما يقوم مقامهما من العملات الورقية، فيتبادل الناس ويتبايعون وتجري معاوضاتهم في كل أنواع المعاملات، بل تجري معاملات الناس في كل ما يكون بينهم من أوجه التعامل النقدي بالأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة، بل يقوم بها الذهب والفضة في معاملات الناس اليوم. وبالتالي كانت هذه الأوراق النقدية
قائمة مقام الذهب والفضة، وعامة علماء العصر على وجوب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها في حكم الذهب والفضة. وفيما يتعلق بنصاب الأوراق النقدية، معلوم أن الأوراق النقدية ليس نوعاً واحداً بل أنواع كثيرة: ريال سعودي، جنيه مصري، دينار أردني، روبية باكستانية أو هندية أو ما إلى ذلك من أنواع الأموال، دراهم، من أنواع الأموال المختلفة التي يتعامل بها الناس على حسب اختلاف بلدانهم ودولهم. فكيف يحسب المسلم نصاب الزكاة في الأوراق النقدية؟ حساب النصاب في الأوراق النقدية عامة العلماء على أنه معتبر بقيمة 85 غرام من الذهب أو 595 غرام من الفضة، الأقل منهما. طبعا الذهب هو الأعلى والأغلى على وجه الدوام، لم يأتي زمن انخفض سعر الذهب أكثر من انخفض سعر الذهب عن سعر الفضة. وبالتالي المعتبر في نصاب الأوراق النقدية في قول أكثر علماء العصر هو الفضة، أي نصاب الفضة. كيف يحسبه؟ بالنظر إلى العملات. هذا طريقة حسابه، بأن ينظر ما معه من أوراق نقدية، هل يحصل بها 595 غرام فضة؟ بمعنى إذا ملك ما قيمته 595 غرام فضة وجبت الزكاة في المال لكونه صار نصابا. فإذا كانت قيمة 595 غرام فضة في يوم في 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 بلدك فقد بلغ مالك نصابا. إذا كان قيمة 595 غرام فضة 1000 ريال مثلا، وملكت 1000 ريال فقد ملكت نصابا تجب فيه الزكاة، وتوافر فيك شرط من شروط وجوب الزكاة وهي ملك نصاب. قد يكون هذا في الريال 1000، وفي الجنيه 5000، وفي الدينار 500 دينار، وفي الدرهم 1100 درهم، وهلم جر، يختلف باختلاف البلدان. فما عليك حتى تعرف ما لديك من مال، هل بلغ النصاب أو لا، أن تنظر كم عندك. عندك 1000، عندك 2000، عندك 100000، انظر هل القدر الذي عندك قيمته تأتي بخمسمائة وخمسة وتسعين غرام فضة؟ إذا كان كذلك فقد بلغ ما عندك نصابا وجبت فيه الزكاة. وإذا كان قد وجبت فيه الزكاة فأنت الآن تنتقل إلى النظر في الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة، وهو مرور الحول، أن يمر عام على ملكك لهذا المال وهو في يدك. في يدك يعني تحت تصرفك، سواء كان في يدك حقيقة بمحفظتك، أو كان في حسابك الجاري، أو كان في مخزن المال عندك، كله واحد. المقصود أنه تحت تصرفك، ملكك عليه وملكك له ملك تام. هذا ما يتعلق بنصاب الأموال في الأوراق النقدية، وأمره يسير ليس فيه عسر، لأنك تنظر كم قيمة الفضة، كم قيمة غرام الفضة في بلدك. إذا كان قيمة غرام الفضة في بلدك ريال مثلا، أو دينار، أو درهم، أو جنيه، فكم نصاب الذهب، كم نصاب المال في الأوراق النقدية؟ 595 من العملة التي أنت فيها في البلد الذي أنت فيه. فإذا كان سعر الغرام جنيه أو ريال، فأنت إذا ملكت 595 ريال أو جنيه وجب الزكاة في هذا المال لبلوغه النصاب.
هذا ما يتعلق بالشرط المتصل بالنصاب وبلوغ المال النصاب. وما يتعلق بالحول أيضا ثمة مسألة يسأل عنها الناس وهي مما جد في الزمان المعاصر، وهي أي حول معتبر؟ ما هو الحول المعتبر؟ الحول والسنة، فما هو الحساب المعتبر للحول؟ هل هو ما يتعامل به كثير من البلدان، حساب الحول بالأشهر الميلادية أم بالأشهر الهجرية القمرية؟ الجواب بلا خلاف بين أهل العلم أن المعتبر في حول الزكاة وفي كل العبادات هو الحول القمري، الحساب القمري وليس الشمسي. وعليه فإن الحول المعتبر هو بالسنة الهجرية القمرية وليس بالسنة الميلادية الشمسية، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله تعالى الأهلة وهي علامة معرفة الشهور مواقيت للناس في مصالحهم ومعاشهم، والحج في عباداتهم، فالصوم والزكاة والحج كله مؤقت بالأشهر الهلالية ولا مدخل للأشهر الشمسية في ذلك. وعليه فإنه إذا مر على مالك 12 شهرا هلاليا وهو نصاب وجبت فيه الزكاة. طيب يقول قائل: طيب ما الفرق بين السنة الهلالية والسنة الهجرية والسنة الميلادية السنة الشمسية؟ الفرق أن السنة الشمسية أطول من السنة الهجرية، والزكاة تجب على الفور، فإذا بلغ مالك نصابا ومر عليه حول بالسنة القمرية الهجرية وجبت الزكاة. أما إذا حسبنا بالسنة الشمسية فإنك ستؤخر الزكاة 11 يوما، لأن الفارق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية 11 يوما، وبالتالي تكون قد أخرت الزكاة عن وقتها الواجب. والله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وجمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يؤخر صاحب المال زكاته ولو يوم، تسامحوا في نصف يوم، وأما ما جاوز ذلك فإنه آثم، ولو هلك المال كان مضمونا عليه. ولهذا يختلف الأمر فيما يتعلق بحساب الحول بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، فجدير بأصحاب الأموال أن يعتنوا بهذا. لكن أحيانا قد يعسر مثل هذا بحكم أن ثمة بلدان ميزانياتها وميزانية الشركات التي تريد أن تزكي لا يمكن إصدارها قبيل نهاية العام المالي وما أشبه ذلك، هذه استثناءات لها حالها، وقد عولجت بأنواع من المعالجات الاستثنائية التي تراعي حال عدم تمكن حساب الزكاة، حساب الحول حول الزكاة بالسنة القمرية. ومن ذلك أنهم قالوا إنه إذا أخرج الزكاة بحساب السنة الميلادية فإن الواجب أكثر منه في السنة الهجرية، بالنظر إلى زيادة أيام تحتسب فتكون زكاة معجلة. الواجب في الأموال من حيث النصاب ربع العشر، الواجب في الأموال النقدية وما في معناها من عروض التجارة ربع العشر، 1/40 اللي هو بالحساب المعاصر بحساب النسبة 2.5%. لكن عندما تزيد عدد الأيام بالسنة الميلادية زادت قليلاً فصارت 2.575%. هالزيادة التي حصلت وهي هذا القدر اللي
0.075 من ألف هي بالنظر إلى إيش؟ إلى قدر الزكاة في 11 يوم من السنة الميلادية التي زادت، وهذه معالجة اضطرارية وليست معالجة ابتدائية اختيارية، إنما هي في الحالات التي لا يمكن أن يخرج الإنسان فيها الزكاة لعدم علمه بالمال إلا بعد تمام السنة الميلادية. أما بالنسبة لعموم الناس فإنه يمكنه أن يحسب ذلك بتحديد وقت يحسب فيه زكاة ماله كلما عادت السنة، بأن يجعله مثلا في واحد محرم من كل عام، في واحد رمضان من كل عام، في واحد من شهر ذي الحجة في كل عام، بحيث يعرف الموعد لحساب زكاته فينظر كم تحت يده من الأموال ويخرج الزكاة، ولا يحتاج إلى أن يتحول إلى حساب الزكاة بحساب السنوات الشمسية الميلادية. هذا ما ينبغي أن يتنبه إليه فيما يتعلق بالحول، وهو مما يغفل عنه كثير من الناس، فيأتي قد يأتي بعد سنوات يقول أنا كل السنوات الماضية أخرج زكاتي بالسنة الميلادية. قال العلماء إذا كان قد مضى عليك مثل هذه يجب عليك أن تحسب الفارق في كل سنة، وفي كل 33 سنة هجرية تزيد سنة في كل سنة في كل سنة في كل 33 سنة ميلادية تزيد سنة هجرية. بمعنى هذا لو أن شخصا استمر 33 سنة يحسب الزكاة حول الزكاة بالميلادي فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة سنة زائدة هي تعويض عن الأيام التي تركها في السنوات الهجرية الخالية. ولهذا ينبغي أن يعتني الإنسان بهذا الأمر وأن يبادر إلى إخراج الزكاة على الوجه الذي أمر بإخراجه بحساب الزكاة بحساب حول الزكاة بالسنة السنة الهجرية القمرية لا الشمسية الميلادية. من المسائل التي تتعلق بنوازل حياة الناس اليوم ما يتعلق بالراتب الشهري، كيف يزكيه؟ والراتب الشهري لم يكن معهودا في الزمن السابق على هذا النحو أنه في يوم معين تصرف أموال لعامة الناس سواء من الموظفين الحكوميين أو من الموظفين في القطاع الخاص. ولهذا يسأل كثير من الناس هل في الراتب زكاة أو لا؟ الجواب ليس ثمة مال نقدي تتوافر فيه الشروط التي ذكرنا، وهي إسلام صاحبها، ملك نصاب، أن يكون المال من الأموال الزكوية، طبعا ورق نقدي مال زكوي، ملك نصاب اللي هو بلوغ النصاب، استقرار الملك، مرور سنة إلا وتجب فيه الزكاة. طبق هذه على الراتب الشهري. الراتب الشهري لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يأخذه الإنسان ويصرفه مباشرة لا يدخر منه شيئا، هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ ما الشرط الذي فات؟ أنه ما حال عليه حول. يشترط في كل مال تجب فيه الزكاة، مال نقدي تجب فيه الزكاة، أن يمر عليه سنة، وهذا ما مر عليه سنة، صرف مباشرة. وعليه فإن المال إذا صرف ولو بلغ ما بلغ، لو كان راتبه 30,000، 30,000 جنيه، 30,000 دينار، ما كان من المال لا تجب فيه الزكاة إذا كان يصرفه مباشرة، لأنه من شروط وجوب الزكاة في المال مرور الحول، ولم يمر الحول في هذه الحال، فات شرط من شروط وجوب الزكاة. الحالة الثانية أن يكون عند الإنسان ادخار، يدخر قدرا من المال من راتبه، والادخار إما أن يكون في حساب مستقل وإما أن يكون في حساب جاري يزيد وينقص وليس في حساب مستقل. ما كان في حساب مستقل أمره يسير، كل مبلغ تدخره سجل واحسب حولا على مروره وزكه. فإذا كانت مدخراتك الشهرية من الراتب مثلا
500 ريال أو 1000، كانت 1000 ريال أو 1000 دينار أو 1000 جنيه، أي عملة من العملات المستعملة. فمعنى هذا أنك راتب رمضان، راتب هذا الشهر تجب زكاته، المدخر منه تجب زكاته في رمضان القادم إذا مر عليه سنة. وهذا معناه أنك ستكون دائما النظر في إخراج الزكاة كل شهر على المبالغ التي مر عليها سنة. طبعا إذا كانت المدخرات لسنة، في السنة التالية ستكون مدخرات لسنتين وبعضها لسنة، فسيكون نوع من الالتباس الذي قد يجعلك تصير إلى الخيار الثاني أو الحالة الثانية. هذا الحال الأول، حال من؟ حال من له حساب ادخار، طريقة تزكيته أن يحسب كل مبلغ على وجه الانفراد ويتابعه. ولا شك أن في هذا، لا شك أن في هذا نوع معاناة ومشقة. الحالة الثانية أن يكون المدخر في حساب يزيد وينقص، ما خصصه بحساب مستقل، إنما بحساب يزيد وينقص، مرة تأخذ 5، مرة يصير 5، ومرة يصير 4، ومرة يصير 6، ومرة يصير 3، وهذا حال أكثر الناس. في هذه الحال كيف يتم حساب الحول؟ نعود ونقول يحسب كل مبلغ يدخره بمفرده، ولكن هذا سيدخله في دوامة يصعب عليه أن يخرج منها، وهي الذي نقص هل هو من هذا الادخار أو من ادخار سابق، يشوش عليه. فما المخرج؟ المخرج أنه في نهاية الحول من فتح الحساب، يعني في يوم زكاة مالك، احسب جميع المدخر الموجود، انظر في الحساب وجميع ما هو فيه وزكه كله، وهو لا يخلو من حالين. هذا المال الذي أخرجته لا يخلو من حالين، أنت اليوم 17 رمضان تنظر الحساب، الحساب فيه 10,000 ريال مر عليها سنة، 10,000 ريال لم تكن جميعها موجودة من أول الحول، يمكن بدأ الحول بثمانية مثلا أو بسبعة أو بستة أو باللي هو، فتنام حتى وصل إلى 10. الآن أنت الذي يجب عليك هو ما كان عليه الحساب في 17 رمضان الماضي. 17 رمضان الماضي كان حسابك 6,000، يجب عليك أن تزكي 6,000 لأنها هي التي حال عليها الحول، وما زاد تتابع حوله على وجه الانفراد، لكن ذكرت أن هذا فيه من العسر ما فيه. فالمخرج هو أن تخرج الزكاة عن الموجود كله، وإذا خرجت الزكاة عن الموجود كله فأنت ستكون قد عجلت بعض زكاة مالك، عجلت بعض زكاة مالك، أخرجت ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول عجلت زكاته. وتعجيل الزكاة في قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة جائز، خلافا لمالك، فالإمام مالك رحمه الله لا يرى جواز تقديم الزكاة، لكن في مثل هذه الحال التقديم اضطراري وليس اختياريا. في مثل هذه الحال التقديم اضطراري، لأنه يعسر على الإنسان أن يتابع كل مدخر بمفرده ويخرج زكاته، وعليه فإنه يجوز إخراج الزكاة وتعجيلها في هذه الحال، لأن تعجيل الزكاة للحاجة أو للمصلحة لا بأس به وهو جائز. هذا ما يتصل بزكاة المدخرات. وخلاصته أن الإنسان يجب عليه أن يزكي ما يدخره من المال، وهو في ذلك على طريقين، إما أن يتابع كل مدخر منفردا، وإما أن يزكي إذا تم الحول جميع ما في الحساب، ويكون بهذا قد زكى ما حال عليه الحول في وقته، وما لم يمر عليه سنة، ما لم يحل عليه الحول، ما لم يمر عليه سنة عجل زكاته، وبهذا يسلم
من الاضطراب ومن المتابعة لكل مبلغ على وجه الانفراد. ثمة مسألة تتعلق أيضا بالرواتب، وهي مسألة مكافأة نهاية الخدمة أو الراتب التقاعدي. معلوم أن الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في بعض الأنظمة تقتطع من راتب الموظف، لا سيما الراتب التقاعدي، تقتطع نسبة من راتب الموظف شهريا ويأخذها إذا تقاعد. هل تجب زكاة في مكافأة نهاية الخدمة وفي الراتب التقاعدي؟ الجواب لا، لأن هذا مال يفوت فيه أي وصف تمام الملك، بل لا يمتلكه أصلا الآن، لا يمتلكه، لا سلطان له عليه، وقد يذهب عليه لأن له أنظمة في الصرف قد لا يؤخذ من، قد لا يتمكن منه، فهو لا يمتلكه أو لم يتم ملكه عليه، واحد من الأمرين، إما أنه لم يمتلك وإما أنه لم يتم ملكه عليه، وبالتالي لا تجب الزكاة. لأن شروط وجوب الزكاة نستحضرها دائما: أن يملك، أن يبلغ المال نصابا، أن يكون يملكه ملكا مستقرا، أن يمر عليه حول سنة، أن يمر عليه سنة، هذا فيما يتعلق بالأوراق النقدية. إذن لا زكاة فيما يتعلق بالراتب التقاعدي لعدم الملك. هنا مسألة فيما يتعلق ببعض أنظمة الادخار في بعض الشركات أو الجهات الحكومية، تقتطع من الراتب باختيار الموظف جزءا من المال، وهذا الجزء المقتطع تقوم الجهة باستثماره للموظف، ويكون الموظف شريكا في هذا الاستثمار. هل تجب فيه زكاة؟ الجواب نعم، تجب فيه زكاة، لأن هذا كما لو وضعته في شركة استثمارية، لكن أنت الآن لم تضعه في شركة استثمارية، إنما وضعته عند الجهة المشغلة لك، سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة، فتجب زكاتها، تجب زكاة هذه الأموال إذا حال الحول، وأنت في زكاتها على خيار، على خيارين: إما أن تزكي كل سنة بسنتها فتحسب كم مدخراتك، أنا عندي في يدي 5000 ريال ولي عند هذه الشركة مدخرات 15000 ريال، معنى هذا أني أزكي 20000 ريال الآن. والخيار الثاني أني لا أزكي هذه المدخرات حتى أقبضها لكل المدة الماضية، فبقي هذا المال مدخرا 10 سنوات، إذا قبضته هو أرباحه زكيت جميع مالي، جميع الأعوام السابقة، بين أحسب كم كان في السنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية إلى أن أصل إلى ما وصل إليه المبلغ في السنة الأخيرة. والأحوط والأبرأ للذمة أن يخرج الإنسان الزكاة عاجلا، لأنه ما يدري يحيى ولا يموت، ما يدري يبلغ الأجل ولا ما يبلغ. ثم لو قال والله أنا سأقيد، لا تدري من وراك سيخرج الزكاة أو لا، لأنه هذا شيء قد يشح به الورثة ويقول من ما نخرج زكاته، يمكن أبونا أخرج الزكاة، وهذا يحصل، أنه يسألون، يعني أن يسأل بعض الورثة عن أبيهم يقول ما ندري هو خرج زكاة، له أسهم، هل له مدخرات، له مساهمات، ما نعلم أخرج زكاتها أو لا. فالأبرى للذمة أن تبادر بإخراج الزكاة فورا في وقتها، هذا الأبرى للذمة والأسلم للإنسان. هذا ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالرواتب. بقيت مسألة واحدة من المسائل المتعلقة بزكاة الرواتب، ما يتعلق بزكاة جمعيات الموظفين، وهي جمعيات تمثل نوع من الادخار بأن يشترك مجموعة من موظفي دائرة أو موظفين في جهات متعددة، ويكونون نوع من التوافق بينهم على أن يقتطع كل واحد منهم مبلغا، إما بتسجيله بشيك أو بإعطاء مبلغ شهري، على أن يأخذ هذا المبلغ المجتمع واحد منهم ويدور عليهم. فإذا كان المشتركون 12 موظفا، هذا عبد الله يأخذه في الشهر الأول، ومحمد يأخذه في الشهر الثاني، وهلم جر إلى أن يدور عليهم، هل في هذا المال زكاة؟ الجواب نستحضر شروط وجوب الزكاة. لا بد في المال حتى تجب فيها الزكاة أن يبلغ نصابا، ولما نقول يبلغ نصاب لا تنظر إلى المبلغ بمفرده، بل انظر إلى مجموع ما معك
من المبلغ الذي تنظر هل يجب فيه زكاة أو لا وسائر ما عندك. الأمر الثاني بلغ نصابا توفر الشرط الأول، هل الملك تام عليه؟ الجواب الملك ليس بتام من عليه ما دام أن المال في ذمم الآخرين، الديون الملك فيها ليس تاما. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تسقط، يحتمل أن تكون ديون معدومة، وبالتالي العلماء لا يجيبون زكاة المال الدين في الحال، إنما يجيبونها إذا قبض لما مضى. فإذا دينت شخصا 1000 ريال ومكث عنده سنتين، فإذا أرجع المال تزكي زكاة سنتين، تزكي زكاة سنتين عما مضى 50 ريال، ربع العشر. وإذا أخرجتها كل سنة بسنتها فالخيار لك. ما يتعلق بمرور الحول، الجمعيات أصحابها مختلفون، جمعيات الموظفين مختلفة الأحوال. من الذي يأخذ الجمعية قبل مضي الحول؟ أخذها في الشهر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، مضى حول على المبلغ أو ما مضى؟ مضى أو لا؟ الشهر الأول مضى، أنا في جمعية كان نصيبي أن أخذ فلوس كل المجموعة في الشهر الأول، هل مضى على هذا المبلغ حول؟ ما مضى عليه حول، هذا شهر، ما أول شهر. الثاني كذلك، الذي يمضي عليه حول هو من مر عليه 12 شهر، الذي دور 13 أو الدور 12، هذا مر عليه سنة، لكن بالنظر إلى إيش؟ بالنظر إلى أول مبلغ اقتطاع، أول سهم في الجمعية هو الذي مر عليه الحول. وبالتالي إذا أخذ الإنسان المشترك في جمعيات الموظفين المبلغ وصرفه مباشرة ودوره قبل نهاية الحول لا تجب فيه الزكاة، ما مر عليه حول لا تجب زكاة. طيب أخذه في، لو كانت الجمعية من 24 شخص، أخذه في دور 13، الدور 13 الآن إيش اللي مر عليه حول من المبالغ هذه؟ رقم 1 المقتطع في الشهر الأول فتجب زكاته. طيب والبقية الأشهر يمشي كل شهر مع شهر، إن بقي المال معه بقية السنة يخرج زكاة كل شهر بشهره، وإن كان المبلغ سيصرفه كما هو حال أكثر الموظفين تجده يدخل جمعية ثم إذا قبض الجمعية ذهب هذا الراتب يمنة ويسرى في سداد ديون وقضاء حوائج فلا يبقى منه شيء، فهذا لا يزكي إلا ما مر عليه سنة من هذه الأقساط في جمعية الموظفين. هذا ما يتصل بزكاة الرواتب. من المسائل التي يحتاج الناس إلى بيانها وهي نوعا ما قد تعد من النوازل زكاة العقارات، وهي مما يسأل عنه كثيرا. كل عقار يملكه الإنسان للاقتناء لا زكاة فيه، بيت، استراحة، أرض، عمارة يؤجرها، كل عقار يملكه الإنسان للاقتناء لا زكاة فيه. ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. وقاعدة، كل ما كان مقصوده الاقتناء في غير النقدين فإنه لا زكاة فيه. فجميع العقارات التي أعدت للسكنة فهي من أموال القنية، ومثلها التي أعدت للاستراحة أو أعدت لتملكها لا غرض له في الاتجار بها فلا تجب فيها الزكاة، لا في ذاتها ولا في لا في رقبتها ولا في قيمتها ولا في قدر أجرتها لو أجرت. النوع الثاني من العقارات العقار المعد للتجارة، وهو ما يملكه الإنسان ليبيعه ويتكسب فيه، سواء كان بناء أو بياضا، أرض بيضاء، فهذا تجب فيه الزكاة في قيمته لأنه عروض تجارة. فينظر في يوم زكاته ما عنده من الأراضي التي يقصد بها البيع والشراء التجار
فينظر كم قيمتها كم قيمتها ويخرج زكاتها. النوع الثالث من العقارات، العقارات التي أعدت للكراء للتأجير، هذه لا زكاة في رقبتها، إنما الزكاة في دخلها في ريعها في أجرتها. طيب كيف يزكي أجرتها؟ يزكي أجرتها للعلماء في ذلك قولان في الجملة. القول الأول أن، وهذا مريح، كل ما قبض أجرة زكاها مباشرة، وهذا قول الشيخ الإسلام بن تيمية، والحجة فيه قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وشبه الأجرة بالحصاد، فأوجب الأجرة فأوجب الزكاة في الأجرة عند قبضها. جمهور العلماء على أن الزكاة في الأجرة لا تجب إلا إذا مضى حول، وحساب الحول للعلماء في قولان، منهم من يحسب الحول من العقد، اليوم 17 رمضان أجرت هذا المبنى، العام القادم 17 رمضان أزكي هذا المبلغ سواء قبضته أو كان قبضه متأخرا، قبضته بقي عندي أو قبضته و أو لم أقبضه إلا بعد تمام الحول، تجب الزكاة لأنه محسوب حول الزكاة من إيش؟ من إيش؟ من تاريخ العقد. القول الثاني أن حساب الحول ليس من تاريخ العقد، إنما من قبض المبلغ، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن حساب حول الأموال المحصلة من الإيجارات هو من قبض المبلغ، لا من حول، لا من إبرام العقد، لأن إبرام العقد لا يثبت الملك تماما، الملك لا يثبت تماما بإبرام العقد. أنا قد أؤجر هذه السيارة لمدة سنة وأكتب عقد اليوم 17 رمضان، سيارة تبقى معه إلى العيد ويصير عليها حادث وتذهب، وين الأجرة؟ ملكت الأجرة أنا؟ لا، لم أملك الأجرة، أجرة بقية السنة أنا آخذ يعني تلفيات تعويض أو ما إلى ذلك. المهم أن الأجرة التي تم عليها العقد لم تملك، لأنه العقد على العين التي أجرت تلفت وانتهت، وبالتالي ذهبت علي الأجرة، فالملك ليس تاما، هذا المقصود، وبالتالي حساب الأجرة إنما هو من قبض الأقساط الإيجارية أو الأجرة في أجرة الأعيان المؤجرة. هذا ما يتعلق بزكاة العقارات. من المسائل التي تحتاج إلى تنبيه وهي من المسائل المعاصرة زكاة الأسهم، وهي مما يسأل عنه كثيرون. الأسهم وهي عبارة عن تملك نصيب في شركة، فالسهم يمثل نسبة من ملك شركة ما. هل في الأسهم زكاة أو لا؟ الأسهم نوعان، تملك الأسهم على نوعين، تملك الأسهم على نوعين. النوع الأول تملك أسهم للاستفادة من عوائد هذه الشركات وأرباحها، والنوع الثاني من أوجه تملك الأسهم تملك أسهم للتداول بها بيعا وشراء، والزكاة مختلفة في الحالين. إن كان المالك للأسهم يريد الاتجار بها بالتداول، أي بالبيع والشراء، وكل يوم يشوف كم صار السهم ويتربص البيع والشراء، فهذا تجب زكاة الأسهم زكاة عروض تجارة، بمعنى أنه عندما يجب تجب الزكاة بمرور الحول في مالي، أنظر كم عندي من نقد وكم عندي من أسهم، عندي 1000 سهم، كم قيمة هذه الأسهم؟ 1000 ريال، فيجب علي أن أزكي 1000 ريال قيمة الأسهم. قيمة الأسهم 10,000 ريال، أزكي 10,000 ريال. هذا ما يتعلق بطريقة زكاة الأسهم التي يقصد بها التداول والتربح ببيعها وشرائها. أما القسم الأول وهو من يشتري الأسهم للاستفادة من
عوائدها التي توزعها الشركات إما كل ربع سنة أو كل نصف سنة أو كل سنة، تختلف الشركات في توزيع أرباحها، فهذه زكاتها لا تخلو من حالين: إما أن يكون الدولة تجب الزكاة وتأخذها من هذه الشركات كما هو الحال في بلادنا السعودية حرسها الله، فالدولة وفقها الله تأخذ من الشركات الزكاة، وبالتالي ليس على مالك الأسهم زكاة لأن الشركة نائبة عن في دفع الزكاة لولي الأمر، وبذلك تبرأ الذمة. فليس على من تملك الأسهم للاستفادة من أرباحها زكاة في ذاته، إنما زكاة على الشركة، والشركة تقوم بإخراج الزكاة عنه بالنيابة. في غير البلاد السعودية أنا لا أعلم عن الحال، كل واحد يعرف حال بلده. إذا لم يكن هناك جباية للزكاة من الجهات الحكومية من جهات ولاة الأمر، في هذه الحال يخرج كل مساهم زكاة أمواله، وهذا الحقيقة يعني للعلماء في كلام كثير، كيف يزكي ماله في هذه الحال؟ هو ما يعرف ما هي الموجودات. ثم أنواع الشركات مختلفة، هناك شركات زراعية زكاتها مختلفة عن الشركات التجارية التي للتجار بالبيع والشراء، وهناك شركات صناعية، ثمة أقوال كثيرة. والذي أرى أنه مخرج قريب من العدل في ما يتعلق بالزكاة في هذه الصورة أن يحسب قيمة أسهمه، كم قيمة أسهمه كحال المتداول، فإذا كان قيمة أسهمه 10,000 زكى 10,000 بغض النظر عن موجودات الشركة وما تجب فيها الزكاة وما لا تجب فيها الزكاة، لأن موجودات الشركة ليس جميعها مما تجب فيه الزكاة، والسهم يمثل نصيب في كل الموجودات في كل مكونات الشركة من أصول وديون وسيولة وما إلى ذلك، فيصعب حساب الزكاة في هذه الحال. لكن الأقرب والأبرأ للذمة أن يحسب كم قيمة السهم ويخرج الزكاة عن قيمة السهم، ويكون كالمتداول في طريقة إخراج زكاته. هذا ما يتعلق بمسألة زكاة الأسهم وطريقة إخراجها. فيما يتعلق بالمساهمات في الأراضي، وهذه يسأل عنها كثير، المساهمات العقارية، المساهمات العقارية إذا لم تكن متعثرة فالزكاة في ريعها، إن كانت إيجارية أو في بيعها إذا مر الحول، إذا كانت للبيع. أما إذا كانت المساهمات العقارية في الأراضي والأبنية متعثرة، أي كل ما قلتهم ما يعطونك أرباح تقول أبطلع أريد أن أخرج، يقولك ما يمكن ما نقدر، تقول لهم بيعوا يقولوا السوق ما في أحد يشتري أو ما إلى ذلك، يعني تعثرت أو وجدت أسباب أخرى تعثر بها عمل هذه المساهمات، ففي هذه الحال الزكاة إذا قبض ماله إذا رجع يزكيه لمرة واحدة، لأنه في حكم المال الضائع، في حكم المال الضائع يزكيه إذا قبضه مرة واحدة. أما إذا كانت هذه المساهمات عامرة وتعمل ونشطة فالزكاة هنا، إذا كانت إيجارية فهو زكاة إيجارة، إذا كانت لبيع العقارات فهي زكاة عروض تجارة يزكيها كل سنة بحساب كم نصيبه في هذه الشركة. هذا ما يتعلق بزكاة المساهمات العقارية سواء كانت إيجارية أو عروض تجارة. ثمة مسائل عديدة فيما يتعلق بالزكاة، وهي مما يسأل عنه الناس في تجاراتهم،
ننتقل لمسألة نختم بها ثم ننتقل إلى أسئلتكم، وهي ما يتعلق بمصارف الزكاة. كل ما تقدم كان بحث فيما يتعلق بأحكام الزكاة في النصاب وفي أنواع الأموال وكيف تخرج الزكاة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بالنوازل في مصارف الزكاة عديدة. كثير من الناس يسأل عن صرف الزكاة في حفر الآبار، في بناء المساكن للفقراء، في ما أشبه ذلك من المشاريع التي ينتفع منها بعض أهل الزكاة، هل يجزي أن يصرف الزكاة في ذلك؟ الجواب أنه يشترط في دفع الزكاة للأصناف الأربعة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا هؤلاء الأربعة يشترط في دفع الزكاة إليهم التمليك. التمليك، تملك الفقير المسكين العامل المؤلفة قلوبهم، تمليك. فلو أنه بنى مساكن يسكنها الفقراء ينتفعوا بها الفقراء لكن لا يملكونها، ما أعطى الفقير. والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك. وانظر الفرق في الآية في مصارف الزكاة بين الأربع، بين الأربعة الأصناف الأولى وبين الأربعة الأصناف الثانية. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب والغارمين، وفي، وهذا لا يشترط فيه التمليك، لأن المقصود في هذا الباب وليس تمليك الشخص المعطى للزكاة في هذه الأصناف. وبالتالي حفر الآبار وبناء المساكن التي يعود نفعها للفقراء خصوصا لا يصلح أن يكون مصرفا من مصارف الزكاة لاشتراط التمليك، وقد فات في هذه المشاريع، إذ إنه على وجه عام للفقراء وليس لفقير بعينه، والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، فاشترط في ذلك التمليك. يقابل هذا عندما يصرف الإنسان المال في بناء دار للتعليم الشرعي، هل يجزئ أو لا؟ هذا للعلماء فيه قولان، والراجح أنه يجزئ ذلك، لأنه لا يشترط في هذا التمليك، حيث قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي الغارمين، وفي سبيل الله، وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله، سبيل الله يشمل صنفين. الصنف الأول الجهاد بالسيف والسنان وهو رد أعداء الدين. الثاني الجهاد بالعلم والبيان، فإن الجهاد بالعلم والبيان من مصارف الزكاة، فيصلح صرف الزكاة في مثل هذا، وهو مما صدرت به فتاوى عديدة من جهات عدة فردية وجماعية في جواز صرف الزكاة للعلم الشرعي والتعليم الشرعي، لأنه صنو الجهاد في رفع رايات الدين. وليكن قال الله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجعل الخروج للتعلم الشرعي نفيرا في مقابل النفير لنصرة الإسلام وأهله. هذه جملة من المسائل فيما يتعلق بالزكاة، ومسائل الزكاة ونوازلها كثيرة. وأنا أوصي كل من أشكل عليه شيء فيما يتعلق بأحكام الزكاة أو غيرها ألا يركن إلى الكسل واللامبالاة وعدم الاهتمام، بل عليه أن يمتثل ما أمر الله تعالى به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يبادر إلى السؤال ليبرئ بذلك ذمته وليخرج من العهدة، بخلاف من يتمادى ويمضي وتمضي عليه سنوات ثم يأتي يسأل عن سؤال قبل 30 سنة أو قبل 20 سنة أو قبل 10 سنوات وقد ترتب عليه ما ترتب من التقصير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بصرنا بما ينفعنا واصرف عنا ما يضرنا.
اللهم اعمر قلوبنا بمحبتك، وارزقنا تقواك سرا وإعلانا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين راغبين راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا واغفر زلتنا وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.